نبقى الآن مع أبرز ما اخترناه من الصحف اليوم، والبداية طبعا أيضا من المواقع الإلكترونية نظرا لاحتجاب الصحف ويوم الأحد. البداية مع أساس ميديا التي كتبت فيها تالا غمراوي: البزري لا تصدق، اللقاحات تنقذ الأرواح. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسالة تنسب إلى الحاصل على جائزة نوبل لوك موتاني، تدعي قوله إن جميع الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد سيموتون في غضون عامين. عززت هذه الشائعة التردد بشأن اللقاح بين أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد في لبنان وعدد من الدول. ما صحة هذا الخبر؟ وكالة رويترز ذكرت أنها قامت بالاستقصاء عن الأمر، لكنها لم تعثر على أي دليل مستقل يثبت أن العالم الفرنسي قد أدلى بمثل هذا الكلام الخطير المنسوب إليه. وأوضحت الوكالة أن الروابط المصاحبة للتدوينة لا تقدم أي إثباتات، حيث أن مقطع الفيديو القصير الذي يظهر فيه موتاني متحدثا بشكل عام عن سلالات كورونا ومتحولاته ولقاحاته، كانت ترجمته المصاحبة على الشاشة تتحدث عن شيء آخر تماما لا يتعلق بكون المطعمين سيموتون في غضون سنتين. كذلك نفت مؤسسة رير فاونديشن يو اس اي التي نسب إليها الخبر من الأساس تداول الأكاذيب حول موتاني. في لبنان جزم رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا دكتور عبد الرحمن البزري في حديث لأساس أن هذه الأقاويل هي أكاذيب وتحوم حولها الشكوك. بحسب البزري هذه واحدة من الحملات المبرمجة المضادة للقاحات، فمثل هؤلاء لهم مصلحة كبيرة بالتسويق لهذا الخبر. تفاصيل أكثر في أساس ميديا. ننتقل إلى سياسة ولبنان 24، حيث تقول اتخذ تحرك 4 نواب من تكتل لبنان القوي منحا بارزا في الفترة الأخيرة لمواجهة ما يعتبرونه تفردا في القرار على مستوى قيادة التيار الوطني الحر من قبل النائب جبران باسيل. تفيد المعلومات أن هؤلاء النواب عازمون على مواجهة باسيل بطريقة فعالة في الانتخابات الداخلية المقبلة ومنافسته على رئاسة التيار ضمن خطة بديلة لاقتراح الانشقاق عن التيار التي تردد سابقا أنهم كانوا سيقدمون عليه. وتمكن النواب 4 من فرض تعيين عدد لا بأس به من هيئات الأقضية في جبل لبنان والجنوب بعد أخذ ورد مع باسيل الذي استجاب لمطالبهم التنظيمية، وهذا أمر يعد تقدما جديا في مسعاهم الحزبي. في السياق ذاته أشار مطلعون إلى أن تنافسا حادا على صعيد الخدمات الاجتماعية سجل أخيرا بين نائبين عونيين لدودين ينتميان إلى قضاء واحد ضمن خطة لأحدهما لاستعادة موقعه المتقدم بعدما طحش عليه منافسه اللدود في الانتخابات الماضية واستطاع التقدم عليه بالأصوات. إلى الشرق الأوسط، كتب محمد شقير: بري يستعد لإطلاق خرطوشته الأخيرة، الحكومة أو الانفجار، ينتظر عودة الحريري من باريس. نقل مصدر نيابي عن الرئيس بري قوله بأنه يحتفظ لنفسه بالخرطوشة الأخيرة للتدخل بين عون والحريري لرأب الصدع بينهما، ولن يفرط فيها ما لم يلمس تجاوبهما، مع أنه بات الأعلم بالتفاصيل التي ما زالت تؤخر ولادتها، فيما البلد يغرق في أزماته ويقترب حاليا من الانفجار الاجتماعي الشامل. المصدر النيابي يؤكد للشرق الأوسط نقلا عن بري تفاؤله بحذر في إمكانية وضع ملف تشكيل الحكومة على سكة التطبيق بعد طول انتظار، وينقل عن بري قوله إنه لا بديل عن تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، وإن الرهانات على شراء الوقت ليست في محلها لأن البلد لا يستطيع الصمود، وإن أي خيار آخر بالمعنى السلبي سيأخذنا إلى الانفجار. ويؤكد أيضا مصدر سياسي أن حزب الله بدأ يضغط على باسيل انطلاقا من موقف أمين العام، ويقول للشرق الأوسط إن الحزب تجاوز مرعاته لباسيل وقرر أن يضعه أمام مسؤولياته في رفع الشروط التي تؤخر ولادة الحكومة لئلا يتحول تحالفه معه إلى عبء. تفاصيل أكثر خصوصا عن موقف حزب الله في مقال محمد شقير. وإلى مقال لإيناس شري: أزمة الدواء تتفاقم في لبنان، وتحذير من توقف الصيدليات والعمليات في المستشفيات. وصلت أزمة شح الدواء في لبنان إلى مرحلة غير مسبوقة، دفعت الصيدليات إلى الإعلان عن التوقف القسري عن البيع، وفيما رفعت بعض المؤسسات الاستشفائية نسبة التقنين في الفحوصات والعمليات وسط تخبط المعنيين وإعلان مصرف لبنان عدم قدرته على مواصلة دعم الدواء. لكن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي يطمئن في تصريح للشرق الأوسط المواطنين إلى أنه تم الاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار، ومن المفترض أن تتمكن شركات الأدوية خلال أيام من تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية.
ولكن مع الإشارة إلى أن هذا الحل مؤقت والمشكلة ستعود لتظهر بعد هذه المدة في حال عدم التوصل إلى حل نهائي أو حتى بعد شهر، وأيضا في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لمنع تهريب الأدوية التي ستتوافر في الأسواق. وعلى الرغم من تكرار تأكيد وزير الصحة حماد حسن عدم رفع الدعم عن الدواء، فإن مصرف لبنان أعلن منذ أيام ولأول مرة عن عجزه عن الاستمرار في تأمين الكلفة المالية المطلوبة لدعم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الرضع والمواد الأولية للصناعة الدوائية من دون المساس بالتوظيفات المالية الإلزامية للمصارف، ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان. ويستغرب عراجي ما ورد في بيان مصرف لبنان، لا سيما أن حاكم المصرف رياض سليمي أكد له ولوزير الصحة عدم رفع الدعم. في الإطار نفسه يرى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون أن هناك تخبط واضح في موضوع التعاطي مع أزمة الدواء، ومن غير المفهوم إذا كان الدعم عن الدواء رفع أو لا، ويلفت في حديث للشرق الأوسط إلى أن هناك نقصا كبيرا في عدد من الأدوية ومادة البنج وكواشف المختبرات في المستشفيات، وأن المخزون على أبعد الأحوال قد يكفي لشهر واحد، وفي حال تم فتح الاعتمادات كما طمأن بعض المستوردين المستشفيات عملية الاستيراد قد تستغرق 20 يوم. نتوقف عند هذا الموضوع، المشكلة الكبيرة في لبنان، ومعنا مباشرة عبر الهاتف اتصال من نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة. صباح الخير استاذ كريم. صباح النور، أهلين لكم المشاهدين. يعني بدنا نفهم أكثر، حلت هذه المشكلة؟ كان في اجتماع نهار الخميس مع وزير الصحة وحاكم مصرف لبنان وأيضا النقابة، تفاصيل أكثر عن هذا الاجتماع وتأكيد منك إذا استطعتوا معرفة في دعم ولا تم رفع الدعم عن الدواء. بالحقيقة تنبلش بالعموميات، يعني بآخر سؤال، مجلس النواب ووزير الصحة وكل الاتصالات اللي نحن عملنا فيها أكدت أنه أصداء مجلس أصداء عفوا بنك المركزي بتقول أنه مكفيين بالدعم على الدواء. نعم. إلا أنه كلنا تفاجأنا بآخر بيان مثل ما تفضلتي قلتي ومثل ما قال الدكتور عاصم عراجي، كلنا تفاجأنا بالبيان اللي بيقول أنه أنا ما بقى عندي مصاري إلا إذا بدأ بالاحتياط وبالتالي ما بقدر أدفع، يعني الكل فهمه بهذه الطريقة وتفاجأنا. وهذا الكلام صدى رح يكون سيء جدا خصوصا عند الشركات العالمية، لانه المصدر بالخارج لما بيسمع انه لبنان ما عنده قدره على الدفع ما بقى عنده اي سبب انه يرسل ادويه الى لبنان او مواد طبيه. نعم. منشان هيك تبعيات هذا الكلام يمكن تكون كثير خطيره ويمكن نلمسها بالمستقبل. اما فيما يتعلق بالوضع الاني يعني وبالاليه الحاليه، الكلام على انه تم دفع 180 مليون هو غير دقيق ومش صحيح بالحقيقه. نعم. ما حصل هو انه مصرف لبنان ووزاره الصحه وعدوا باعطاء المستوردين موافقه مسبقه على 180 مليون، ما بدنا نرجع المواطنين على هذه الحقبه، بس كان مصرف لبنان طلع قرار ب7 ايار بيقول قبل ما تستوردوا اي علبه دواء الى لبنان لازم تطلبوا موافقه مسبقه مني. صحيح. ولكن طبقها مع مفعول رجعي، يعني طبقها على شحنات كانوا وصلوا على لبنان بتاريخ ما اصدر هذا القرار، مما خلق أزمة صغيرة بشهر أو أزمة مهمة بشهر أيار. هيدول الأدوية اللي كانت وصلت إلى لبنان ال 180 مليون واللي طبق عليها القرار بالرغم من أنه هي كانت واصلة قبل، هيدي اللي تم وعد بإعطائنا الموافقة المسبقة، ولكن بتاتا ستنا بتاتا ما حدا دفع أي اعتماد لحتى ما نقوم نعطي أخبار للمواطنين اللبنانيين منا دقيقة، ما في دفع اعتمادات. نعم. ديون الشركات المصدرة بالقطاع الصحي إلى لبنان بحسب أرقام مصرف لبنان هي 700 مليون دولار. لبنان لازم يدفع للشركات من ضمنهم ال 180 لازم يدفع لهذه الشركات 700 مليون دولار، رقم هائل. نعم. إذا ما منبلش ندفعه لهذا الرقم ما حدا رح يبيعنا شيء، ومعظم هذه الأدوية بسوادها الأعظم نحن بعناها على 1005. نعم. نحن بتعرفوا على عكس ما بيقولوا نحن منبيع قبل ما ندعم، يعني قبل ما يعطينا الدعم مصرف لبنان بنكون بعنا الدواء على 1005. يعني هلا علينا نعم تفضل. نحن علينا ديون ب 700 مليون دولار منا مدعومه هيدي بعد،
السويد الاعظم منا بيع بالاسواق ومن ضمن ال 180 اللي عم تتفضلي منهم. نعم. هلا خلينا نوضح شغله استاذ كريم، انتم نهار الخميس صار الاجتماع اتخذ القرار بانه توزعوا وانه رح يدفعوا لكم ال 180، من دفعوا ال 180 على بس انتم على وعد وزاره الصحه، سوري عفوا حاكم مصرف لبنان لا وزاره الصحه ولا لكم، قررتوا توزعوا، نزل الدواء على السوق بعدنا مقطوعين من الدواء. هو مش دفع ال 180، هو نهار الخميس نعم. من بعد ما كان طلع مصرف لبنان آلية قرار الموافقات المسبقه بس ما كان عنده آليه، نهار الخميس تم الاتفاق صباحا ما بين وزاره الصحه ومصرف لبنان على آليه للحصول على هذه الموافقه المسبقه. نعم. وبعد الظهر عطى الحاكم موافقته عليها وتبلغنا بعد الظهر نهار الخميس انه صار في آليه رسميه للحصول على الموافقات المسبقة على هيدي ال 180 مليون دولار وصلوا إلى لبنان. شو هي الآلية؟ نهار الجمعة اللي هي الإمضاء فقط؟ الآلية هي إنه وزارة الصحة بتدرس الملف وبعدين بتبعث لنا إياه بنبعثه للمصرف التجاري يلي بيبعثه لمصرف لبنان. نعم. يعني آلية معينة، نحن بناءً على هيدا الوعد وبعد ما عندنا ولا موافقة مسبقة لغاية اليوم بدأنا نهار الجمعة بأخذ الطلبيات من الصيدليات والمستشفيات وبتسليم هذه الأدوية. هلا بعض منا سلم نهار الجمعة، بعض منا بيحضر نهار الجمعة بيسلم نهار السبت، البعض الثاني، بس كل هذه الأدوية رح تبلش تنزل على الأسواق. يعني من بكرة بنقدر نقول رح نلاقي الأدوية على القليلة. رح يلي موجودة ويلي هي ضمن هدول ال 180 يلي تكلمنا عنهم، بس أنا بدي أحذر إنه المستقبل عندنا مشكلة هائلة بالمستقبل. لانه مش عارفين نحن اول شيء شو رح نشحن الى لبنان بشهر 6، ما عندنا موافقات مسبقه على اي شحنه بشهر 6، ويمكن الشركات ما تقبل تشحن حتى لو حصلنا على موافقه مسبقة. لانه بدها مصرياتها، لانه في ديون هائله تجاههم. نعم، يعني نحن هلا بتوعدنا انه نهار الاثنين في ادويه بس هيدي مثل ابره بنج لشهر ورح نرجع نعيش ذات المشكله. مثل ما قال الدكتور عراجي صحيح، يعني توصيفه للوضع انه نحن عم لقينا حل مؤقت، انما شو هي نظرتنا للست اشهر سبع اشهر لقدام؟ نعم. ومثل ما قلتي في تخبط ما بين من يقول ان الدعم باقي ومن يقول انه لا الدعم واقف وما بقى في مصاري حتى نستخدمه. ما لازم تعملوا اي خطوه ضغط بهيدا الموضوع، هيدا اخيرا تما نطول لان وقتنا انتهى، ولكن ما لازم يصير في خطوه ضغط ما من نقابه الصيادله، نقابه المستوردين، اعلى من هيك، لانه بعدكم عم تتحاوروا وبعد في حكي واللي عم بتروح يعني الشعب اللي عم ياكلها بالاخر والمرضى وعفوا الناس اللي ناطره عملياتها وما في بنج. نحن قلنا ست شهور يعني من نهايه السنه الماضيه ونحن عم نبحث على حل لهذا الموضوع، وتم وضع خطه لترشيد الدعم وكلنا وافقنا عليها وكلنا طلبنا ان تطبق ولم تطبق. نعم. يعني اكثر من هيك ما بعرف شو بنقدر نعمل، الطابه بملعب الدوله ونحن مستعدين للمساعده ولاعطاء كل شيء عنا اياه بهذا الخدمه. نعم. على أمل أنه على القليل يبين في قرار ما، وعلى القليل الناس تستفيد من بكرة والأدوية اللي رح تنزل، لأنه الناس صارت عن جد فعلا مقطوعة من أدوية مزمنة. أنا بشكرك نقيب مستوردي الأدوية استاذ كريم جبارة، وبهذا نأتي إلى ختام الصحف اليوم وننتقل إلى الحدث والزميلة سمر أبو خليل وضيفها. شكرا كلارا، صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، حلقه جديده من برنامج الحدث اليوم الاحد 30 ايار 2021، بسني اني رحب بضيفي باستوديو الصحافي والكاتب السياسي الاستاذ جان عزيز. صباح الخير استاذ جان. صباح النور. اهلا وسهلا فيك للمشاهدين. اهلا فيك. ما بيعرف الواحد بهالبلد من بده يبلش، يعني ما في شيء ضابط وما في اي شيء يعني من أقل مقومات الحياة، إن كانت الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية المالية الإنسانية، يعني بطلنا عم نشعر بإنسانيتنا حتى أو بأنه نحن عن جد مواطنين في دولة. للأسف هيدا حتى شعور محا من زمان. ما بعرف من وين بدنا نبلش، بس بدنا نبلش من الأساس. هلأ المشكل الأساسي الذي يقود كل أشكال الدولية اللي هو أنه بلد فالت من عقاله سارح على راسه، ما في حكومة تضبط كل هذه الأمور اللي ماشية، ولعبة عض الأصابع ولعبة
يمكن عم يلعبوا ببجي الشباب ما بعرف بين بعضهم. هيدي الموضوع كلنا ناطرين تيرجع الرئيس سعد الحريري من الإمارات، وعينا على خبر أنه معتقل أو موقوف بالإمارات إلى أن غرد. فطب هذا النوع من التسريبات شو بيفيد؟ مين بيفيد؟ ومين وراه؟ وشو الهدف؟ مثل ما تفضلت زميلتي، أول شيء نحن بنظام على الأقل من وقت اللي ما كان نظام سليم وسوي. بس خلينا نتذكر أنه نحن نعمل انتخابات بلبنان منذ ما قبل قيام الجمهورية والاستقلال، يعني من قبل 43. بس تعرفي أنه نحن الانتخابات بلبنان ولا مرة أدت إلى تداول في السلطة. تصوري نحن دولة صلت 80 سنة أو أكثر بتعمل انتخابات، ولا مرة انتخاباتها عملت تداول بالسلطة، مما بيطرح على حالنا السؤال أنه لشو بنعمل أصلاً انتخابات. هلأ ليه؟ معروف الأسباب، لأنه عنا ثلاث مشاكل. المشكلة بإنساننا بعصبياته الغرائزية يلي بيتم استثمارها، عنا مشكلة بالطبقة السياسية يلي بتتوارث وبتتوالد، وعنا مشكلة بمحيطنا. فمشان هيك انه وصلنا للحظة كنا عم نتحمل تراكمات يمكن 70-80 سنة، بس اللي وصلنا له اليوم اكيد مثل ما تفضلتي بيتخطى اي قدرة على العقل والمنطق. اللي عم بيصير هلأ شو له معنى هاي التسريبات، شو له معنى المماحكات بين مزدوجين حول الموضوع الحكومي، انا بعدني عند رأيي كل اللي عم بيصير هو محاولة لاستيعاب أكبر زلزال حصل في لبنان منذ قيامه بال 1920 اللي هو 17 تشرين. ب 17 تشرين برجع بقول مش هينة كل هاي الطبقة السياسية، كل هاي الزعماء، وما يقولوا لي سمي كلهم من دون استثناء، وعيوا على زلزال كبير في حدا شال من تحتهم أبساط اسمه سلطة ومال ونفوذ، نشيل من تحتهم بس كله. وين مفاعيله هذا الزلزال؟ ما هي العبور؟ تتذكري فيروز شو بتقول بجبال الصوبين لما ودعتوا اليأس ولفحتكم ريح الشمس صوت عياتكم خزق سمعهم؟ 17 تشرين خزقت سمع كل هاو الزعمة كلهم، قدروا انه مثل ما بتقول فيروز يردون على اليأس. كيف؟ العودة الى النظام، الحاجة والخوف، هيدا اللي صار. افقار البلد، افقار البلد وإعادة كل الغرائز، كل الغرائز حتى تمحي الزلزال اللي حصل، ترجعي تردميه بالخوف وبالحاجة. هلا طيب المحى الزلزال ونجحوا انه يردوا الناس على اليأس، هيدا اللي هلا بتلمسه. بس بهالمسار هيدا من 17 سنة لليوم في عاملين تطوروا. اول شيء المواقف الخارجية اللي هي مش بي إيد هود الشباب اللي قاعدين عم بيتسلوا بأحقادهم أو بإثارة أحقاد الناس وغرائز المعترين. صار في تطورات خارجية بلشت تتأثر على الوضع، وصار في رداً على هذه التطورات الخارجية إعادة إذا بدك قراءة للأحداث من الفريق الوحيد بلبنان اللي هو خارج هذه المنظومة اللي هو حزب الله. فهن الشباب كانوا عم بيتسلوا كيف بيردموا زلزال 17 تشرين، كيف بيجعوا بيقصموا الناس. مش هينة، عن جد مش هينة، والتاريخ رح يكتب إنه من طرابلس للنبطية ومن بيروت لآخر أقصى البقاع يكونوا عم بيقولوا ذات الشعارات، يكونوا عم بيرفضوا كل هذه الطبقة. فكانوا هن عم بيتسلوا إنه كيف أنا وياك نعمل حالنا على الأنين. بس أستاذ جان معلش هون خلينا بس نحط الأمور شوي بنصابها، كتير مهم التوصيف اللي حضرتك عم تعطيه، ولكن كمان التاريخ بده يكتب أنه صحيح مش هين هيدا الشيء اللي صار، ولكن بده يكتب عن فشل. طبعاً طبعاً طبعاً. بده يكتب إنه هيدي الشعارات كلها اللي حكيتها نجحت هذه السلطة بإنه كل واحد تلزمه بزاوية في سفارة ما أو في بلد ما أو ما إلى ذلك، نجحت إنه تدمر هيدا الشيء اللي صار كله على بعضه. لحد هلا هيدي الصورة صحيحة. يعني ما عاد في شيء من ذكرى 17 تشرين. تنكون دقيقين، إذا التاريخ بده يكتب إنه هذه الطبقة السياسية نجحت بتفشيل شعبها وبلدها ووطنها والقضاء. بس شو بده يكتب عن الشعب بنفس الوقت المستسلم المستزلم الزئيف يلي بأوضاع مثل اللي وصلنا له هلأ
ليكي ما في حس. انا ما بجلد شعبنا، شعبنا عن جد شعبنا نحن ذاتنا عم نجلد ذات. لا بس عن جد طيب، اذا بتاخدي المحطات يلي انتفض فيها مش هينه وصولا الى 17 تشرين، بس برجع بقول لك هي اول يمكن مره بالتاريخ بتلاقي قوى سياسيه هالقد متناقضه بالشكل، هالقد متقاطعه ومتحالفه على ضرب شعبها. شفتي هول اللي نزلوا صاروا يصرخوا على الرينج شيعة شيعة، هو كانوا أصدق الناس لأنه الباقيين كلهم كانوا عم بيصرخوا بذات شعارات غرائزهم وزعاماتهم وأوليائهم وآلهتهم البشرية والطينية والتمرية. فمش هين الضغط اللي صار على الناس زيادة مثل ما كنت عبالك، غير هيدا الخوف. وأحلى طريقة خوف للخوف عنا والتخويف هي الغرائز المذهبية، أنه يا غيرة الدين هون وهون حقوق المسيحيين وهونيك في حصار على مدري مين دولة ومؤامرة كونية. هي كتير هينة، زيد عليها الإفقار، عملية إفقار مدروسة ممنهجة مخطط لها بشكل تدميري. يعني بتقليلي وين الشعب، يمكن في مسؤولية بس كمان مش هينة إنه في ليش شعب. عم تحطها أستاذ جان، ليش عم نحن الشعب ليش عم تحطها بمصاف اليمكن؟ نحن شعب اليوم لقيت التليفون بإيده عم يعمل ثورته على مواقع التواصل الاجتماعي، عم يعمل عم بيصنفك إذا أنت معه أو ضده من مجرد إذا أنت رفضت له الشتائم عم يجتمع بتكون ضده، بدك إذا صوبت له البوصلة بتكون أنت تابع لحدا عم بتدافع عنه. أنا بقيس على حالي، ويمكن هذا حالي موجودة عند كتار من الناس. أنا ما كنت بتوقع لحظة إنه شوف سياسيين هالقد بلا ضمير، ما كنت بتوقع. مشان هيك الناس يمكن بمكان ما مصدومة محبطة مشلولة عاجزة نتيجة عدم إدراكها إنه ممكن يكون في هالقد زعماء بلا ضمير بلا أي إحساس بالمسؤولية. فمشان هيك بتقولي للناس إيه، يمكن الناس يعني نحن اللي عم نعيشه حدث غير مسبوق في التاريخ، غير مسبوق في التاريخ. بس بعد في ناس لحد هلا هني شافوا قديش مسؤولين بلا ضمير. بعد في ناس لحد هلا، وهيدا جزء من احباط الثوره يلي صارت والنجاح بتكسيرها وتهشيمها، انه ما تدق له بزعيمه، ما تدق له بطايفته، ما تدق له بالاله تبعه. يا زميلتي ما تنسي قدرتهم على طب ليش عم بقول انه مش لا انا هوني انا هدفي رجعك انه لا مش يعني في حق كبير علينا ما نحن تنسي الناس. ما تنسي قدرتهم على ترويض الناس، ما تنسي هذا زميلنا حسن المقلد شاهد بيقول انه بهذه الفتره الاخيره عم نحكي من بعد ال17 تم شو بدي اسميها زبائنيه ل 22,000 انسان جديد بالقطاع العام. بتعرف شو 22,000 انسان؟ يعني 20,000 عائله، يعني 80,000 انسان. طب هو وزعيهم على الزعماء، ايه بيعملوا لك هو الجيوش الالكترونيه اللي عم بتسب وتشتم وتظهر اوسخ صور لزعاماتهم، هيدي صورهم، صور المسبات والشتائم والسفالة. ايه بتقولي لي من وين؟ هلا تبين بالاخر انه هيدي صور. بتقولي لي من وين؟ عم بقول لك من وين؟ انه مش يعني هيني مش هيني بهيدي الازمات تجي تفوتي 20,000 عائله بواسطه زبائنيه توزعين على الزعماء، مش هيني. هودي صارت من 17 تشرين هيك زميلنا حسن مقلد بأكد. لا معقول من 2017 من 2017 بتزيد ثبت من 17 تشرين. لا من 2017 بتزيد عليها. ما ننسى عملية ما سمي سلسلة الرتب والرواتب، وما ننسى هلا وعودهم بالبطاقة التمويلية. فقدرتهم على ترويض الناس. وبرجع بقول على لعب على هالوترين، التخويف بالغرائز والحاجة بالمال، وهلأ صارت أهين. شوفي شو عم بيصير بكورونا وبالفاكسين. شوفي عملية ما بدي أقول إذلال الناس، محاولة ارتهان الناس. واحد عنده تركيبة معينة بتجي المنصة، بتجي اللقاحات على المنصة، بيصيروا يتلفنوا للناس الزعيم الفلاني حط لكم اسمكم تفضلوا روحوا تلقحوا. عم بتصير هيدا طبعا طبعا، وبيعرفوا كل الناس انه عمليه وضع الاسماء هي مفروض تتم من الشخص أكيد مباشره. اكيد يعني. بس اقول لك انه انا على الاقل وهيدي بعتقد موجوده، انا مصدوم من انعدام الضمير عند هذه الطبقه السياسيه، واكيد الناس
في كتير ناس مثلي بس انت وهذا بشلني. أكثر واحد أستاذ جان مش لازم تكون مصدوم لأنك رافقت هذه الطبقة السياسية، رافقتها بعدة حقبات، بعدة يعني خلينا نقول مع عدة أحزاب، مع عدة يعني عشت معهم صحيح. من جوا وبقلبه صحيح. وعرفت شو صار وعشت فترة الفترة استشارية في القصر الجمهوري صحيح. أيضا يعني ما كان مبين هيدا الشيء لوين واصل وما كان مبين هذا القدر الكبير، القدر الكبير من الخلل قلناها يمكن معك على الهواء أنه على شو صار الخلاف، شو اختلفنا على نوع القهوة، اختلفنا على مسار معين مع الناس ايه خلص عندهم فكرة أخرى لطريقة الأداء والنهج والحكم ومفهوم التعاطي بالشأن العام، فمشان هيك لا أنا كنت عارف، بس أنا عم بقول مصدوم بهل قد يكون منعدم الضمير عند الكل. طب يا عم في ناس عم بتموت، إذا بتاخدي هيك منهجيا خدي أول شيء على مستوى النظام كنظام إذا بدي كلام نحكي فيه، ما بقي ولا مؤسسة بالبلد، المؤسسة التنفيذية واضح أنه راحت، المؤسسة القضائية مجلس القضاء الأعلى من يومين صار شاغر، مجلس الدستوري راح، المؤسسات الأمنية في محاولة منهجية لضربها، المؤسسة التشريعية في تمهيد لمحاولة تفريغها، عدم إجراء الانتخابات الفرعية، إرسال رسائل لهيئة الاستشارات للتمهيد. طب عم بتشوفي بلد وطن لإلك عم بيتفكك عم بيتحلل. خلينا نبلش فيهم وخليني بلش من التنفيذية، خلينا بلش من الحكومة بالتحديد وهالمشهدية الغريبة العجيبة، البعض يعتبرها هرطقة دستورية، البعض الآخر يعتبرها أصلا قفز فوق الدستور، والبعض الآخر فئة ثالثة تعتبر هذا هو حق. طيب اليوم مشهدية ما نرجع نفصل كتير ونعطي الناس زبدة الكلام، مشهدية من بعد مبادرة الرئيس بري محاولة إحباطها، مشهدية إرسال تشكيلتين حكوميتين من قبل فخامة رئيس الجمهورية عبر بريد بكركي خلينا نقول والبطريرك الراعي للرئيس سعد الحريري اللي رفضه. خلينا نروح بالشكل بالأول، وين بتصير هي؟ شو كيف الواحد بده يستوعبها هيدي؟ بدنا نميز بين الشكل الدستوري وبين الواقع السياسي العملي. بالشكل الدستوري يمكن هيدي خارجة عن أصول النظام البرلماني اللي أكيد ما حدا عنا لا بيحترمه ولا بيطبقه. هلأ بالواقعية السياسية ممكن أنه تنعمل، بس السؤال الأهم هو شو الغرض من أنه تنعمل؟ وصيع الغرض لمشان هيك بلشنا بالشكل، كيف بالواقعية ممكن تنعمل؟ بالواقعية في أي إنسان أنه يحاول يقدم فكرة، وهون يعني ما بيكشف السر، بس منه أي إنسان في لوين لا مش فكرة سمر هذا رئيس جمهورية مؤتمن على الدستور بآخر أسبوعين في كتير لوايح تم تداولها بين بكركي بعبدة عين التيني الوسط وعبر أحد الوسطاء الأساسيين بين الأربعة، وبالتالي مسألة اللوايح لا في كتير لوايح ونحطت أسماء وانطرح مشروع اللي سمي out of the box خارج الصندوق، نطلع من 3-8 لأنه 3-8 ما بتركب في عقدة بنيوية إذا بدك نحكي فيها، فلا في لوايح انعملت. فعم بقول أنا بالواقع السياسي بيقدر حيلا حدا من رئاسة الجمهورية أو حد رئاسة الجمهورية أو رئاسة المكتب الثاني اللي يعني بالقصر برضه انه يبعث اللوائح اللي بده اياها. مين رئيس مكتب الثاني بالقصر برا؟ الجناح النائب باسيل فبيقدروا يبعثوا اللوائح اللي بدهم اياها. هلا بيبقى السؤال بيجي بقول شو الغرض من هذه اللوائح؟ محاوله تسهيل تشكيل الحكومه او محاوله استماله البطرك لضرب الحريري او استفزاز الحريري؟ انت جاوبني عليا، اي شو الهدف؟ شو الغايه من هذه اللوائح؟ برجع بقول هون كمان في حاله تسهيليه مثل ما اطلعت عليها او اطلعت على مثل ما كلنا اطلعنا، يعني يمكن انت مطلع اكثر، شو الهدف منها؟ برجع بقول لك الغرض لم يتاكد لسبب بسيط، لانه رده فعل سعد الحريري ان كان بجلسه مجلس النواب او تجاه هالامرين بينت وكانه انه انا لا اراها الا بنيه الاستفزاز، وهون بيرجع الأمر بردنا لحقيقة النيات المتبادلة بين الجهتين الأساسيتين المعنيتين بتشكيل بس البطرك كمان رفضها. البطرك من الأول حاول يطلع من الموضوع لأنه اعتبر أنه هذا اللي بيكمل كنت عم بقوله،
البطلك صار بيجاو انه اثنيناتهم ما بدهم حكومة. وهذا يمكن يلي انا قلته معك بتشرين تاني. صحيح. انه اثنيناتهم واذا بدك نرجع من كذا الاسباب، يعني سعد الحريري من جهة في عنده عقدتين اساسيتين، في عنده العقدة السعودية وفي عنده عقدة احتمال الفشل الكبير خاصة بظل حتمية التوجه لرفع الدعم وبالتالي الانهيار الكبير. بين الانسداد السعودي الكبير والانهيار المالي الكبير عنده عقدتين مش عم بيعرف يتخطاهم. الانتظار وعمل او العمل على عدم التشكيل عم بيقدم له عدد من المكاسب برأيه من وجهة نظره. اول مكسب عم بيرجع يرسمل سنيا بشكل كتير كبير، يعني ما ننسى نحن قبل ما تصير كل هيدي الأزمة كان صار في من يمين سعد الحريري إلى يسار سعد الحريري بالساحة السنية زعامات كتيرة، من سالون العشرين إلى نهاد المشنوق، من رضوان السيد إلى رؤساء الحكومات السابقين، من أشرف ريفي إلى بهاء الحريري. هاي الأزمة سمحت لسعد الحريري يضبهم كلهم ويرسم سنيا. اثنين، هذا الانتظار كمان عم بقول بتحليل المكتسبات يلي بيعتقد عم بحققها عم تسمح له يقدم حد أدنى من اعتماد خليجي انه انا ما تنزلت لحزب الله. ثلاثة، عم بستنزف عهد ميشيل عون. من جهة تانية جبران باسيل من بعد ما راحت الأمور بالاتجاه اللي راحت له بيّن انه هاي الحكومة بطلت حكومة مهمة لست أشهر كان المفروض يخلصوا بأدار الماضي. صح. صوري هاي حكومة صارت تعمل انتخابات، حكومة رعاية الاستحقاقات صارت مهمة، مهمتها رعاية الاستحقاقات المقبلة مع كل الاحتمالات لهذه الاستحقاقات حول مجهول. طيب هيدي حكومة هو منه فيها وفيها سعد الحريري بظل بعد ما ركبت عملية التسوية الجديدة بيناتهم ما عنده مصلحة فيها إلا إذا قدر أمن شغلة من الثلاثة، أو ضماني أو تمن أو التزام. ضمانت الضماني 8 زائد 1 لإله مش لحدا تاني. تلت. وقال للمعنيين أنه أنا حتى التشناك ما بوثق فيهم. هيدي الضماني. التمن هو قال هيك؟ نعم التمن. لا لحظة جبران قال للمعنيين أنه حتى التشناك أنا ما بوثق فيهم. إيه بدي 8 صرف إنه ما بيعتبرهم يعني بينه وبين الرئيس. طبعا إيه وهلا بنوصل على عقدة الثمانية. ما ليش تروح الوزيرين؟ قلت لي في عقدة منيوية رح نحكي فيها بس تنخلص هاي التفاصيل. الضمان الممكن او المحتمل انه تلت معطل لي يسمح لي برعاية الاستحقاقات المقبلة بهذه الحكومة، فإذا او قلنا او ضمانة او الثمن عودة امريكية للانفتاح عليه، رفع عقوبات يعني حيلا ثغرة بتسمح له، أو الثمن أو ضمان أو الالتزام من السيد حسن نصر الله مباشرة برعاية مسار ومصير بأن يكون رئيس جمهورية المقبل. ما بعرف إذا المطلوب رئاسي يعني. فاللي حصل ليش عم بقول إنه إذا مش مطلوب رئاسي شو رعاية مسار ومصير شو؟ أنا بتهمني هي التفاصيل. ما بعرف بلكي الـLDE رعايتها اغترابيا. والمهم خلينا نرجع على البحث الجدي إنه هيك صاروا متكاملين، يعني سعد الحريري وجبران باسيل متقاطعين على استمرار الفراغ. وهلا ما بدي غوص اكثر، ما ننسى يعني اصلا الشخصين كثير بيشبهوا بعضهم، يعني ما هلا عم بفكر هيك بس تحكي عن الموضوع بتتذكر انه كثير بيشبهوا بعضهم، يعني خلقانين اول شيء نفس السنه. ايه اثنيناتهم وريثين. اثنيناتهم فضتوا بورثتهم بشكل يعني حدا عمل من والده شهيد أكاد أقول للا شيء رغم شهادته اللي حققت تحرير لبنان بلحظة من اللحظات، وفي واحد في وراء قامة تاريخية اسمها ميشيل عون نكاد أن نفضت بها، نكاد أن نجعل من عهدها أسوأ كارثة حصلت على لبنان، علما قبل ما يطلعوا يقولوا له كان عم بيسبك على التلفزيون لميشيل عون، علما انه بعدني مصر لهذه اللحظه، بعد معك يا جنرال الوقت لتخلص حالك وعهدك ولبنان. عن جد بعد في وقت طبعاً. ما فيها شويه طبعاً. هيك مبالغه انا بعرف بعرف الوضع، بعرف الناس، بعرف المقومات اللي بعدها موجوده، بعد معه الجنرال وقت قديش بعد عنا سنه وست اشهر انه انتبهي مش انه نرد لبنان كما كان. أكيد لا. وقف الانهيار انت عم تحكي وقف انهيار وقف الانهيار يعني. وبداية
الصعود بعد معه. هل هذا يعني يغير او يحسن من صوره العهد حتى لو عملنا هيدي؟ طبعا على الاقل على الاقل الرافعه، على الاقل ما ننهي هذا الامل، هذا الرجاء، هذه التطلعات، هذه الانتظارات اللي نطرت 30 سنه ما ننهيها بهذا المشهد. بس انت بتقول استاذ جان لما قلت هيدا الكلام بالحلقه الماضيه ورجعت عدت الكلام انه بعد معه وقت العماد ميشيل عون انه يرجع يعمل هالنهضه، انت حطيت شرط انه بده ينظف حواليه. طبعا هلا ما حكيت شو الشروط بس اكيد بده يرجع. في قدره؟ هو مؤمن الى اقصى حدود باللي حواليه، باللي اخده بهيدا المسار هو مؤمن فيه. في معادله بدي استاذن الجنرال عون قال له اياها مثل ما هي، لانه قلت له اياها وعاده بيستاذنه. بده يقرر التركيز على مستقبل لبنان مش على مستقبل حدا تاني. مين الحدا التاني؟ جبران أولى بسيل. جبران على بسيل. على مستقبل لبنان او مستقبل جبران؟ خليني اكمل المعادله. اذا ركزنا على مستقبل لبنان منخلص لبنان وجبران والتيار والبلد. اذا ركزنا على مستقبل جبران رح نروح جبران وجماعته والناس والبلد. هلا المشكله برجع بقول لك انه الناس اللي صاروا محيطين فيه من النوع ما بدي استعمل الكلمات، من النوع اللي رافق كل عهود الوصايه، غاياتهم تأليه الشخص، غاياتهم مش المصلحه العامه. فمشان هيك هن ميالين انه لا، انه خلينا نركز على مستقبل جبران، هو المشروع، هو المثال، هو الانقاذ، هو الاستمرارية، هو عملت هيدي خلينا نقول التشبيه او المقارنة او نقاط الالتقاء بين جبران و بس بدي اختم هيدا الموضوع. تفضل. هيدا الموضوع مثل ما بناشد الجنرال انه يقتنع فيه، كمان انا بناشد جبران انه يقتنع فيه، كمان هو لازم يساعد الجنرال نرجع نصحح هيدي المعادلة ونرجع نلم كل ناس ميشيل عون وكل مشروع ميشيل عون وكل تاريخ ميشيل عون. حرام نروحهم هيك. فمشان هيك هذا الموضوع بحاجة إلى جهد. من مشروع ميشيل عون بكل بساطة شغلتين: بناء دولي، بناء دولي سليم سوية سان، يعني ما فيها لا زبائنية ولا فساد، وقائم على توازن ناس، توازن جماعاتها بانتظار لحظة الخروج من هذه الغرائز إلى الانفتاح الكبير على دولة عصرية. طيب يلي عم يسمعك هلأ أستاذ جان، حطيت هودي النقطتين بالمشروع، بناء الدولة والنقطة الثانية هي دولة سوية متوازنة. متوازنة، طيب متوازنة بين ناسها يعني طبعًا، بين أطرافها واحد. إذا رحنا على بناء الدولة، طيب أنه أكبر فرصة أجيت لبناء الدولة بأنه أول شيء تجي تعمل تسونامي، تحقق شعبية كبيرة وتوصل للرئاسة. صحيح. إلى رأس هذه الدولة. طيب الجواب كان ما خلونا نعمل شيء، هيدا الجواب الكليشيه اللي ما بقى يقنع حدا بالموضوع. بعدين عم تحكي عن التوازن بين أطراف، وصفة مشروعنا بس هو المسيحيين، مشروعنا بس من الأقوى مسيحيا، وأنه منمثل نحن 70 أو 80% من المسيحيين. شو نفذ من هالمشروع لحد هلأ؟ خليني أقول لك بشكل صريح، يعني هون في ظلم كبير لميشيل عون بهذا الموضوع. أول شيء مشروع رئاسة ميشيل عون برجع بقول لك قامت مش على قصة إيه لا بدنا حقوق المسيحيين، لا، قامت على بناء دولة قائمة على برجع بقول سوية سليمة ومتوازنة بين جماعاتها. وهيدا المشروع، وهون يعني أزعم ارتكابي لجزء من فزلكته وفلسفته، قامت على معادلة أنه تنقدر نعمل هيدي العملية نحن بحاجة لشغلتين: استعادة الوزن المسيحي تمهيدا لاستعادة التوازن الوطني. الوزن المسيحي بيسمح لك ترجع توازن الوطني. التوازن الوطني بيسمح لك تبني دولة خارج الفساد والزبائنيات، بتنطر اللحظة اللي بتأهلي حالك بتروح على دولة عصرية خارج الغرائز الطائفية. وبلش المشروع هيك. استعادة الوزن كانت بشو؟ بمحاولة المصالحات المسيحية المسيحية وتحديدا مع سمير جعجع. تأمن الوزن، رحنا على التوازن، الاتفاق مع سعد الحريري،
فضلا عن الاتفاق مع وليد جنبلاط ومع حزب الله، وبالتالي أمننا. وهذا الأمر كمان ليش عمول في ظلم؟ ما تنسي بأول سنة ونص من العهد حقق إنجازات كبيرة. بس ليش ما كفى هيدا التوازن؟ أعطيني بس دقيقة سمت. هذا التوازن بأول سنة ونص عمل إنجازات كبيرة، عمل لأول مرة بتاريخ لبنان قانون انتخابات جديد، حسن التمثيل، حسن مسألة سيادة لبنان بكل الحدود والمعارك بوجه الإرهابيين، أمن لأول مرة إطلاق خطة اقتصادية شاملة لكل لبنان لأبعاد سنوات طويلة وطويلة، بلش يصحح مالية الدولة، بلشت الكارثة. وهون يعني لازم المعنيين يسألوا حالهم لمن جينا على انتخابات 2018. ومشان هيك أنا بضل أقول خلين المسؤولين اللي حوالى ميشيل عون واللي حوالى جبران باسيل، بس هن بينهم وبين حالهم مش مطلوب شيء تاني، يقارنوا بين تشرين 17 وتشرين 19. تشرين 17 محررين سعد الحريري من أسر السعودي وراجع على لبنان بظل مبايعة شاملة من كل لبنان لميشيل عون، وبين تشرين 19 في مليون إنسان عم بيسبونا بالشارع. حدا يطلع يقول شو صار؟ هن بينهم وبين حالهم. إنما 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 حتى كمان ما يتم اجتزاء الناس بهذا السوق، أكيد القوى الأخرى ما ساعدوه لأنه هن أصلاً ما بدهم هذا المشروع. يعني أكيد سعد الحريري ما كتير بيعني له هذا المشروع، وليد جنبلاط ما خصوا فيه من لا من قريب ولا من بعيد، نبيه بيدي أكيد يحلم بالعودة إلى ترويكا. بس بسبب سوء الممارسة انقلبت الصورة كلياً، صرنا نشوف الأطراف الثانية أحرص على البلد من المعني لا مباشرة لا بهذا الأمر. تكون دقيق سمر، لا هيدي الصورة نيجي تبهي. إذا بدي أحكي نفسيا شعورك هو شو؟ هو الفارق بين أملك وواقعك، إحساسك بالتفاعل مع حدث شو؟ هو الفجوة بين اللي كنت مرتقبتي واللي حصل، اللي كانوا الناس ناطرينه من ميشيل عون كتير كبير، ما كانوا ناطرين هالشيء. هيدا دايما ما كانوا ناطرين هالشيء من سعد الحريري، ما كانوا ناطرينه من نبيه بدري، ما كانوا ناطرينه من وليد جنبلاط. خليني لانه الوقت كتير عم يقطع بسرعه، كان بس بدي اقول من بعد هيدا المقارنة، يعني الكلام اللي حكيناه اللي وصلنا لهون واللي انطلق من فكره انه جبران وسعد الحريري بيشبهوا بعضهم، جبران باسيل وعندهم كتير ارضيه مشتركه من سنه الولاده الى كتير قصص الى سنن الوراثي إلى الوراثة وما أبعد من ذلك بعد، والخراب كمان. إذا بدنا نحطه بميزان الربح والخسارة، من هو الخاسر الأكبر؟ جبران باسيل ولا سعد الحريري باللي عم بيصير كل واحد من موقعه؟ هن بالنسبة لهم ما بيعتبروا حالهم خاسرين، هن مكملين بعملية، برجع بقول لك هن وغيرهم، يعني هن وأكيد وليد جنبلاط ونبيه بذي والباقيين، عملية تذليل بالذال، ريزوربسيون، تذليل زلزال 17 تشرين. هني عم بيردموا 17 تشرين، بس يتم هيدا الردم رح يرجعوا يلتقوا. نسينا لقاءاتهم من جدة إلى البحر إلى الجو. هني لا هني ما بيعتبروا حالهم خاسرين، وهيدا عم الأزمة والمأزق اللي نحن عايشينه. هني بالعكس هني عم نعتبرين حالهم مثل ما كنت عم بقول لك ربحانين، كل واحد معتبر انه عم بعيد انتاج زعامته المذهبيه الطائفيه الغرائزيه. ربحانين على حساب البلد طبعاً. يرجع البلد والمواطن طبعاً. اللبناني هو الخاسر. خليني روح ارجع فوت شوي على بعض التفاصيل بالحكومه. اول شيء حكينا عن موضوع 3 8 يلي فيه عقده بنيويه بهمني اني احكي عنها، وعن اول شيء ما في عند حدا شعور انه سيكون هناك حكومه، ما في اي مؤشر ايجابي على الرغم كل الايجابيه اللي عم بيبثوها، بس بالتقريش بصرفها بالسوق ما في شيء ايجابي لحد هلا. لا بل رحنا يعني سواء اذا كان مرتكزات فريق العهد هو احراج سعد الحريري لاخراجه، كلمته كانت واضحه بمجلس النواب وزد عليها اجواء امبارح واول امبارح انه هيدا حلم ابليس بالجنه انه ان يعتذر سعد الحريري. نحن امام هالمعادله اكثر من هيك. انا بقول لك فريق بعبده ما بده سعد الحريري يعتذر، ما بده يعني. ما بده سعد الحريري يعتذر، كل اللي عم بيصير هو محاوله لاعاده انتاج التسويه بيناتهم،
تسوية ال 16 إنما بأسماء مختلفة. طب كيف ما بده يعتذر وهو من الأساس ما بده إياه؟ يعني كان واضح فخامة رئيس الجمهورية التيار ما صوتوا لسعد الحريري، يعني كان واضح ما بدهم إياه، فكيف ما بدهم إياه يعتذر؟ ما بدهم إياه يعتذر، أنا مسؤول عن كلمة، ما بدي أقول أكثر من هيك لحتى لا بدك تقول أكثر من هيك. عم بقول لك ما بدهم إياه، بدهم إعادة إنتاج التسوية مع سعد الحريري. يعني اشرح لي اياها. تسوية الاتفاق على الاستحقاقات الجايه لانتخابات رئاسه الجمهوريه، وبهالوقت بيكونوا قضوا على برجع بقول زلزال 17 20، وسعد الحريري بده ذات الشيء، ونبيه بدري ذات الشيء، ووليد جنبلاط ذات الشيء. هلا عم بيكملوا عمليه انهاء 17 تشرين برجع بقول بالتخويف وبالحاجه، وبكره بس يتفقوا على الانتخابات النيابيه بتشوفي انه البطاقه التمويليه بتنعمل فورا وبينفرض على رياض سلامي يمولها، لانه بتصير بطاقه انتخابيه بتبطل بطاقه تمويليه وبعيدوا. طب ما شفناهم قبل، انت بده يصير هيدا الشيء؟ الناس هلا بتستهول انه لا، ولو ليك شو لك ما قبل سبوا بعضهم ورجعنا. امتى بيكون، متى يحين الوقت ليقعدوا هيدي القعده ويرجعوا يعيدوا صياغه تسوياتهم؟ كنت قلت لك بالبدايه هن وعم بيلعبوا هيدي المسرحيه على خشبه موت لبنان وموت اللبنانيين، في بس عاملين كانوا عم بيتغيروا، التطورات الخارجية اللي حوالينا، واثنين قراءة حزب الله لهذه التطورات. أي متى بتصير هيدي القعدة؟ بس ينضجوا هالعاملين، يعني بس تصير تسوية إقليمية حزب الله موافق عليها، ما عنده فيتو عليها، ما عنده ممانعة، تلاقيهم قعدوا بلحظة. يعني بعد في استحقاقات بدنا ننطرها دولية. فيينا انطلقت، الاستحقاق السوري خلص وعاد بشار الأسد رئيس للجمهورية العربية السورية، عندنا بعد الانتخابات الإيرانية، يعني شو بعد ناطرين؟ كلهم العلاقة الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها. تسمحي لي أقول لك معادلة هلأ عم بشوفها لسوء الحظ. بالتسعين دمرنا بعضنا تنأدي خدمة ما حدا كان ممكن يأديها لقيام نظام الوصاية السورية، على حساب اللي دمروا بعضهم وعلى حساب كل البلد. هلأ عم ندمر بعضنا لقيام نظام الوصاية الأمريكية الإيرانية الآتية، وإن شاء الله ما تكون مثل هيديك المرة بالدم وبالتصفيات. اف طبعا شو نضحك على بعضنا، دمرنا بعضنا حتى نقول له لحافظ الأسد تفضل ادعسنا، هل عم ندمر بعضنا تنسهل للوصاية الأمريكية الإيرانية ترجع تعمل بلبنان التركيبة اللي بتخدم هذه التسوية؟ بتقولي لي أي متى بيقعدوا؟ بس تنضج هذه التسوية. بس بالزمانات لزمنا طبعا للسوريين ولغيرهم، هالمرة لمين نلزم؟ عم بقول لك هلأ في التسوية الأمريكية نرجع نلزم للسوري مثل ما عم ينحكى، لكن بعتقد سوريا مستبعدة لسبب بسيط، انه اوضاعها الداخلية يمكن بدها 5 سنين 10 سنين لترجع تقوم. اوضاعها الداخلية ولكن اوضاعها السياسية ويفترض ممتازة. يفترض انه الرئيس بشار الاسد يكون تعلم من اخطاء التورط بلبنان، وهذا اللي كان قاله بال 2005، وما يكرر هذه التجربة. واصلا جزء من مأزقنا انه ايه بعد ما لقولنا محتل بين مزدوجين، ما لقولنا وصي، ما لقولنا راعي، مش هيك انه كملوا، والشباب مبسوطين انه بهالوقت الضايع خلينا نكمل هيدي المسرحيه، جيش الكتروني يسب الناس، تمثيليات قضائيه وامنيه وماليه وعلى وحكوميه، هيك نرجع منشد عصبنا، نرجع من نس الناس اذلالهم وجوعهم ومرضهم وهجرتهم، ومنرجع بس تكون التسوية نضجت منكون جاهزين لإعادة إنتاج أنفسنا. أمتى أدي بدل لنا بتقديرا أدي بدل تنضج هالتسوية لكي يكون لنا حكومة ونحن على أبواب انتخابات نيابية ورئاسية وبلدية واختيارية؟ نحن بلبنان ولا مدى اخترعنا، منكرر حالنا. وهيدي وصمة الحكام المتخلفين. إذا بتتذكري حكومة مشروع حكومة تمام سلام فات بفراغ 11 شهر. صحيح. أي متى ركبت الحكومة؟ لما صار شغلتين، واحد بداية التفاهم الأمريكي الإيراني يومتها أوباما على النووي، اثنين الاقتراب من لحظة الفراغ الرئاسي.
فبلحظة بشباط ال 14 لأنه كان بعد عنا 3 أشهر على الفراغ الرئاسي وكان أوباما وإيران عملوا الخرق بالموضوع النووي، بلحظة ركبت الحكومة. بتقولي لي هلا أي متى بتنضج؟ بعد عنا وقت سنة وشوي أي متى بتنضج للرئاسي وعنا للانتخابات النيابية سنة تقريبا. برجع بقول لك هلا بدنا ننطر هودي العاملين، الخرق الأمريكي الإيراني والاقتراب من لحظة الفوضى الكاملة لأنه ممنوعة دوليا. بس بعد فيها وقت. إيه فيها وقت. بعد فيه وقت. فيها وقت. يعني هيدي كل شيء إيجابيات عم نسمعه وأجواء خلينا نقول إيجابية حول موضوع تشكيل حكومة منه مش وارد هلا. مع احتمال واحد بتركو إذا كان سيد حسن نصر الله أخذ قرار جدي ونهائي. وجذري بأنه لا بدي حكومة لزمها للرئيس بري وقال الاستعانة بصديق هلا وقال أنه الموضوع داخلي منه خارجي لصديق. يعني عم بقول كل هيدا المشهد اللي عم بقوله بناقضه شغلة واحدة اللي قلت أنا في التطورات الخارجية وفي موقف الحزب من هذه التطورات. إذا كان السيد حسن نصر الله أخذ قرار نهائي بأنه لا بدنا حكومة أكيد بيقدر يترجمها بالذات المشهد اللي عم بقوله. مع أنه هون وكمان يعني بالإذن من كل المعنيين وخاصة السيد يلي بيعرف موقعه ومعزته بتنقهري بس تشوفي هيدا المشهد إنه كان مفروض تعرف المادة 49 شو بتقول عن رئيس الجمهورية. هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، رمز وحدة الوطن. فاضطر السيد حسن نصر الله يطلع يقول إنه أنا في شخصين يعني بهيدي الدولة يعني عاملين معركة ما بعرف شو بدي سميها، هني ميشيل عون وسعد الحريري، رح لزمهم لنبيه بري وبشوفوا شو بيعملوا وبيبقوا بيرفعوا لإلي خلق. فهيدي أنا على مستوى الشخصي والمساقي والوطني أنا بقول يجب أن بيسيل هيدا الدور كان لازم يلعبه ميشيل عون. هو اللي كان بيكون مثل ما أنا سميته بي الكل، مش بيقعد هلأ ينطر رعاية نبيه بدء لخلافه مع سعد الحريري حتى يرجعوا يرفعوا النتيجة للسيد حسن نصر الله لنبت الأمور. يلي بيعطيك سيفه حتى تحارب فيه لازم تحفظ له كرامة هذا السيف وشرف هذا السيف. حرام نحط ميشيل عون بهذا عندي الموقع. بعد موضوعين بدي أحكي فيهم قبل ما أروح على بريك وننتقل إلى مواضيع أخرى. بالتفصيل الحكومية ثلاثة ثمانات ليش سقطت وفيها عقدة بنيوية؟ لسبب بسيط. 3-8 شو يعني؟ إنه ما حدا عنده ثلث معطل وعندهم توازي بالقوى. طيب في 8 عائدة للثنائي الشيعي مؤلفة من 5 شيعة، 2 لسليمان الفرنجية وواحد للقومي، ركبة 8. طيب في 8 عائدة لفريق سنة. جبران بسيل لا أوكي. هن مؤلفة من 6 مسيحيين أقحاح على قولة وواحد تشنكل هو أكيد مسيحي يعني عم نمزح وواحد درزي ركبت الثماني. طيب الثماني اللي عائدة للفريق الآخر اللي هي أو ثنائي جنبلاط والحريري في 5 سنة وفي واحد درزي صاروا 6 بدهم 2 2 بتجيبيون هودي المفروض يلي هني بالتعداد هني الاثنين المسيحيين يلي مختلف على موضوع تسميته. اجوا قالوا لهم انه لا انتم ممنوع تسموا اثنين مسيحيه. طب اذا ممنوع تسموا اثنين مسيحيه يعني 3-8 سقطت. قال لا منلاقي لها صيغه بلكي صيغه جبران بسيل هيدي السله بتعرف هيك تومبولا سحب التومبولا يعني انه الجميع يحط اسماء كل الاطراف وليد جملاط وسعد الحريري والرئيس عون وكل الاطراف تحط أسماء مسيحية بهيدي السلة ومنختار منهم اثنين. هي البدعة بدعة طنبولة منك سحب الطنبولة يعني. هلأ كان في مشروع أنه بينحط 24 اسم عن جد أصحاب كفاءة ونزاهة خارج اصطفافات الثلاثة ثمانيات. وكان في بدايات إذا بدك طبخة وبعرف أنه نحط جزء منها ونحط أسماء بس رجعت تعرقلت لي بنرجع على كنا عم نحكي ما بدهم بعد الناس ما نضجت بس تشوفي انه كل الناس تكيفت كل الناس خضعت كل الناس رضخت وازعنت وهيدا ان شاء الله ما بيشوفوهم هلا لمليون سنه بيرجعوا بيركبوا التسويه. مطلوب انه الناس تفقد خبزها وكرامتها وهذا الشيء اللي ما لازم يصير وما لازم يصير ولكن للاسف عم بيصير. فاذا نحن بوضع ما فينا ما بيقدر حدا يقول سعد الحريري ما بده يشكل حكومة كلهم ما بدهم يشكلوا حكومة كلهم
أو خليني أقول لأ الطرفين الأساسيين يعني أيضا الرئيس عون وجبران باسيل ما بده الحكومة. بتعرف المفارقة؟ لا بلا في طرفين بدهم حكومة جديا، نبيه بدري ووليد جنبلاطي، وهي مفارقة مثلا. اي طبعا مفارقة، لأنه هيدا النظام هن بيعتبروه منه النظام، يعني كانوا بفضلوا هن غير نظام، كانوا بفضلوا استمرارية الترويكا الطائف. فرغم هذا الامر ايه انه هن بدهم حكومه، يمكن لانه عارفين انه هيدي اللعبه عم بتحاول اعاده انتاج هوديك. بس ايه الفريقين الاساسيين لسوء الحظ متقاطعين على اضاعه الوقت، وبالتالي لن يكون هناك اعتذار، لن يكون هناك تشكيل، بانتظار الاستحقاقات الخارجيه، بانتظار انه يتم تثبيت انتخابات، لأنه لعل تكون واحدة من الدافعين للتسريع بتشكيل حكومة. موضوع عم ينطرح وسمعناه كمان، رجعنا من فترة ومبارحة رجعنا سمعناه من الوزير وئام وهاب لما بيقول أنه في مسعى أو في هلأ هو على تحليله الشخصي، ولكن هي دائما تجي من تقاطع مجموعة معلومات داخلية وخارجية، السعي إلى انتخابات رئاسية مبكرة تكون على شكل الشيء اللي صار على أيام إلياس سركيس وسليمان الفرنجية، وبيضل هيدا الرئيس ستاند باي لكي لا نقع أو نغرق بالفراغ الرئاسي، وبيتابع الرئيس ولايته للآخر. سمعت بهيك شيء من قبل؟ سمعته من الوزير وئام وهاب ومن النائب جميل السيد، طرحوا بحلقه معكم ورجع طرحوا بمجلس النواب مع زميلنا جورج صليبي. بعتقد انه لا، ما في شيء هيك عم بينطبخ، بعتقد وكل المعلومات اللي متقاطعه انه ما في شيء عم بينطبخ. بس غير المعلومات، انا اكيد ضد هذا الامر وضد هذا المسعى، واللي بده يرضى يرضى واللي بده يزعل يزعل. أنا لازلت أؤمن بأنه الوضع اللي نحن فيه ما بيخلصنا منه إلا ميشيل عون، على عكس كل اللي بيقولوه البعض، وعلى كس ميشيل عون منفردا طبعا طبعا، مش بالتكافل والتضامن يعني مع جبران، هيك قصدك؟ لا، جبران ساعتها يكون عم يخدم مشروع ميشيل عون، انه مش مشروع اللي موجودين بالاصل. يعني وكأنك عم تقول استاذ جان فليترك القرار لميشيل عون منفردا، زيحوا عنه يعني. يا زميلتي ويا صديقتي، يعني ليش عم بقول لك اللي بده يرضى يرضى واللي بده يزعل يزعل وزعله بال15 وال16؟ ما بنعرف الناس، بنعرف كل الناس. مين اليوم قادر يجي يقول له للسيد حسن نصر الله تعال نتفق يا خيي، هاي حدود المقاومه وهي حدود الدوله؟ مين بيقدر يجي يقول له للرئيس السوري بشار الاسد خي تعال نتفق هاي حدود لبنان وسوريا؟ مين بيقدر بعدي على الاقل يقول للبطرك وللمسيحيين بلا بعد قادر اعطيكم ثقه ضلكم بهذه الارض، ما تحملوا حالكم وتفلوا ويصير لبنان شيء ثاني كليا، يمكن يكون احسن بس شيء ثاني؟ ما حدا بيخلصنا من هالوضع الا ميشيل عون، انما ميشيل عون اللي عرفناه، ميشيل عون المشروع اللي حملناه، ميشيل عون التضحيات اللي انعملت، مش الطارئين على مسيرته، مش الطارئين على تياره، مش الدجالين باسمه، مش اللي عم بيكذبوا عليه واللي بيكذبوا باسمه. طيب بس هلا كمان يا استاذ جان يلي عم يسمعك بيقول طيب كيف لميشيل عون ان يسمح انه هاي مسؤوليته عليه. هاي مسؤوليته، هاي مسؤوليته. انا لا هلا هاي مسؤوليته، بس هيدي بتطر علامه استفهام انه يلي بيرضى بهيك معناتها انه استسلم في مكان ما. هاي مسؤوليته. كل انسان بالنهايه عرضه للتاثر والتاثير. بس ايه بس ساعتها بيكون انهز يعني. يا سمر بس تشوفيهم كيف بفوتوا على المكتب صاحب الفخامات بتعرفي انه يعني خليني ساكت، يمكن بيجي أيام لأنه هلأ بعد عندي أمل أن يقف ميشيل عون وينقذ أول شيء حاله وتاني شيء عهده وتالت شيء البلد من كل جوئة هالكذابين والدجالين. خلينا نتوقف مع بريك إعلاني ونعود، بعده في كتير حكي نحكيه قد ما منلحق يعني بالأوضاع المتبقية. عنا قضاء، زيارة قائد جيش إلى فرنسا، ودغري طلع من بعضها كتير قصص بدنا نحكي عنها. قضاء لنا غسان عويدات، الحملة المشنونة على مدعي عام التمييز، حاكم مصرف لبنان، قد ما منلحق. بريك.
فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع يعني إن شاء الله يساعدنا الوقت وبدك تساعدني استاذ جان بعض المواضيع نحكيها ونناقشها نحن وياك. خليني انطلق من القضاء. نعم. خلي يبلش من القضاء يعني كمان هو ما بتعرف انه بدك تبلش خلاص فارطه من صحيح. كل الميلات فرطي سينطلق من الحمله التي شنها تحديدا تيار الوطن الحر على مدعي عام التمييز غسان عويدات وبنحكي هونيك وقبل غدعون وبعد دفاع عن رامي علايق وكل هذا الامر. خلينا نبلش من غسان عويدات تحديدا مدعي عام التمييز. طب شو عم بيصير بالقضاء؟ أنا أخشى أنه يكون يعني مثل ما كنت عم بقول أنه كمان مطلوب تفريغ السلطة القضائية مثل ما فدرنا السلطة صار واضح. مثل ما رحين نفدر السلطة هيدا المشروع التفريغي. صار واضح أي. يعني هناك بيقولوا لك واضح من عدم توقيع التشكيلات وقبلها بكتير وبعدها بكتير. هيدا أمر خطير جدا وهي مسؤولية مشتركة. هي مسؤولية أول شيء على القضاء وعلى القضاة. يعني كلنا بنعرف ايه انه نحن ما عندنا قضاء، عندنا كم قاضي ادمي، عندنا كم قاضي نزيه وجريء وشجاع، بس ما عندنا قضاء. عندنا جسم قضائي ثقيل. فمش هيك هي مسؤوليه القضاه هن يرجعوا يحصنوا حالهم. اثنين ايه يعني انا بفهم انه الانتقادات للقضاه وللقضاء تكون بهدف تحصينه مش بهدف تفكيكه، وهيدي اذا بدك المعيار الاساسي لحسم ما يحصل اليوم، هل عم ننتقد القضاء لنحصنه او لنفككه؟ اذا برايك في اثنين في اثنين بمطالعاتك يعني. في اثنين في ناس اكيد بدهم يفككوه. مين بده يفكك القضاء؟ اللي رايح بمسار تفكيك البلد كله سوا. مين؟ اللي ما اتفقوا على حكومة، اللي ما عملوا انتخابات فرعية. بيجي لك هيدا الثنائي اللي عنده مصلحة بالفراغات لإعادة انتخابات. ثنائي عون الحريري يعني. لا عن أي ثنائي؟ حريري بسيل. حريري بسيل الحليف الموضوع، هذا المحور المتحالف موضوعيا على عكس كل اللي بيشوفوه الناس. إيش وهن زيتون يلي عم بيعملوا هذه الحملات ضد بعضهم لي طبعاً. يعني طبعاً. مجموعة الحريري بتهجم على غدعون ومجموعة بسيط بتهجم على غسان عويدات. منشد عصب بعضنا، منفلت المسبات من الطرفين، منطلع كل غرائز الناس. شو بيصير؟ منقوى اثنيناتنا بهالوقت. شو بيصير بالبلد؟ شو بيصير بمؤسساته؟ هيدا طيب بس وصل الموضوع، وصل الموضوع لحد الفشفشه بالناس كمان. هلا بيتفشفشوا ببعضهم ماشي الحال. لا وبقضايا حساسه فلان بيعبر عن راي معين بيتم اعتقاله او رفع دعاوى عليه مثلا، حدا بيعبر عن راي ما بيعجبون تجاه رئيس الجمهوريه تجاه اي حدا. هيدا امر مش مقبول. بيصير في دغري قضيه ذم وقدح، قدح وذم وما الى ذلك. القدح والذم، قدح والذم هذا حق. انه واحد اذا حدا اشتبه بانه عم بيقدح ويزن فيه حق انه يروح يلاحوا قدام الفريق الاخر. كمان شفنا كيف ردوا على طريقه مثلا توقيف المحامي. خليني اوضح، القدح والزم هذا امر مقدس كحق ادعاء على كل انسان. أوكي. انما الاعتقال ردا على راي هذا امر غير مقبول. نحن نظام ديمقراطي، دستورنا ينص بشكل صريح على أنه يلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يا حضرات القضاة رجعوا قروا الإعلان العالمي، رجعوا بالمفهوم الحقوق الإنساني اليوس كوغنس، شوفوا المادة 19 و29 يلي بتقلكن ممنوع حرية التعبير، ما بينرد عليها بالاعتقال والقمع إلا بحالة تهديد للانتظام العام. أوكي. يعني إذا تهديد بالقتل أو تهديد بتخريب أو طيب الطرفين مارسوا عملية طبعاً الاعتقال. طرفين مارسوا. ولكن هيدا بصل أخيرا وبأبشع وسائل لأنه كان دائما بغرضيات سياسية. هاي اللي عم نقوله. صحيح صحيح. كان لك تغريدة بموضوع توقيف المحامي رامي علايق كانت ليفتي. لا مش بتوقيفه، أنا كمان ضد توقيفه. ضد توقيفه إذا المسألة مسألة رأي. أنا بس طرحت علامة استفهام لأنه قبل بنهار جبران بصير حط تغريدة توحي وكأنه نضال رامي علايق بين مزدوجين يعيد إنتاج التيار الوطني الحر ونضالات شبابه.
فلا هيدي استفزعت انا كانسان عرف تيار. التغريده بتقول: سؤال رامي علاء هو ذاته تبع طريق النحل والمؤمن انه حزب الله سيحرق الشيعة ولبنان، وانه هو كانت علاقته مع الايراني الذي يأمر نصر الله، واللي ما عرفنا شو صار بالدعاوى مع ابن عمه على مصريات الانتخابات، هو هلا رمز نضالات بسيل والتيار، او في شيء غلط او اخر الدنيا؟ بس وضح، انا ارتكبت خطا جسيم بهذا التغريده، لانه زميلنا حسن علي صحح لي انه مشكلته مع عمه مش مع ابن عمه بالدعاوى الانتخابيه، فبعتذر عن هذا الخطا اللي ارتكبته بهذه الجزئيه. مش الحال، وضحناها هلا. أما بس هيدا اللي بدي اوصله، هذه اللي بنعمل هيدي الابطال الوهميين. بس خليني احنا كمان هون بالجديد عملنا تقارير طبعا. خليني اوضح ثلاث نقاط. اول شيء، انا رغم هذا الموقف، هذا موقف برجع بقول بالسياسة، أنا ضد توقيفه إذا الاتهمة هي رأيه. صحيح، الرد على الرأي بالتوقيف أمر غير جائز إطلاقا. اثنين، هي حطيتها لما شفت تغريدة لجبران باسيل توحي وكأنه نضال هذا الشخص هو استمرار لبل إعادة انبعاث لنضالات التيار الوطني. مش مزبوط، مش مقبول توصف نضالات التيار الوطني من 90 للألفين وخمسة باللي عم بيصير هلأ. ايه بس هيدا ليش بدنا نسمعه منك بالوقت يلي كل التيار قال لا مش كل التيار. أنا رامي علاق، اسمحيني سمر، أنا بعرف التيار، أو رامي علاق يمثلوني، أنا بعرف في التيار أكثر من هودي كلهم سوا. أنا بعرف من نضالات حكمة ديب وجورج خدير وكميل الخوري وغمزي وأنطون الخوري حرب، أنا بعرف نضالاتهم، بعرف اعتقالاتهم، بعرف 6000 معتقل، بعرفهم من الشهيد عماد عبود لأميمة الطراف، أنا بعرفهم، أنا بعرف نضالاتهم، بعرف أخلاقهم. 15 سنة فوتوا جيل ميشيل عون 6000 معتقل على الحبس، سمعتي لك حدا منهم سب مسبي؟ هيداك تيار ميشيل عون. فمشان هيك ما تقولي لي انه هاو لا مش مزبوط. هيدا تيار مين؟ ما بعرف، عن جد ما بعرف، بس انا عم بسال سؤال. 6000 معتقل تكسروا، تكهربوا، تعلقوا، هوديك ناضلوا للسياده، بتحدى حدا منهم تفرجيني انه سب مسبي لاي انسان؟ طيب، اكثر شيء كانوا يقولوا حريه سياده استقلال وسوريا برا. هودي برجع بقول لك، هو مجموعه ضيقه، مجموعه الشتائم والسباب يلي بتلاقوا مع مجموعات الشتائم والسباب والسفالة عند كل الاخرين يلي يمكن اكثر منهم. صحيح. فهودي لا، هو ما تقولي لي انه هودي نضالات مشان عون. فاذا مش كلنا رامي علي، مش هيك انه وبعدين انه شوف رامي علي حد غدا عون، يعني ما كثير بيريحني المشهد، ما كثير بيريحني. ايضا تحدثت عن القاضيه غدا عون وقلت انه ضروري بقى يبين شيء، لانه عم يقعدوا الناس انه في اسماء وفي قصص وفي وطلع من الموجودات يلي اتاخذت من الشركات الصيرفيه اللي انفات عليها وطلع معلومات كثير، صار مطلوب يبلش يبين شيء. وكانت القاضيه غدا عون قالت انه قريبا رح يبلش تطلع معه. ما قريبا، كل شيء سيظهر. ايه اوكي. بتعرفي هلا انتم عم تساليني شو الصوره اللي بحسها بس تسالي عن هذا الموضوع؟ بتعرفي في كتير ناس مؤمنين بالدنيا بيبقى عندهم قديسين بيأمنوا فيهم، كم مرة هودي الناس بنعمل عليهم ضروبة نصب بأسماء قديسين؟ واحد بيجي بلم مصاري باسم قديس، واحد بيعمل مزار. بتعرفي هاي يعني دايما الناس المؤمنين بشفاعات معينة ممكن يكونوا ضحية أعمال نصب وتزوير بأسماء وشفاعات أو بأسماء وحجج وزرائع قديسين. غادة عون يا سمر هي قديسة العدلية. غادة عون هي قديسة العدلية. عم تعطيها الصفة اللي كانت تنعطى للقاضي فيليب خير الله. فيليب خير الله قال عنه قديسة العدلية. ما بعرفه أحكامه بالمجلس العدلي، عندي كتير ملاحظات عليها، بس غادة عون هي قدي أو إحدى قديسي العدلية. إيه أنا بخاف إنه حدا يكون عم بيستغل هاي القديسة ليروح يعمل ضروب تنصيب على الناس، تضليل الناس وتخدير الناس. مشان هيك أنا قلت يا رئيسي، في ثلاث أجهزة إعلامية حزبية داعمة لإلك، مؤيدة لإلك، مواكبة. في واحد منهم قال إنك
الكنشتي مش انه كنشتي 9 مليار دولار عند سكاب مهربينهم 5 مصارف. في واحد تاني قال كنشتي مش انه عم بتشوفي كنشتي 2.6 مليار دولار عند مكتف مهربينهم 43 مسؤول لا 42 ولا 44. وفي واحد تالت قال كنشتي مئات ملايين الدولارات لبل يمكن الاف الملايين الدولارات لألاف الأسماء وأنه بدأت طباعتهم. أنا عم بقول إذا هيدا الحكي صحيح أين الأوان أنه نبلش نشوف الناس. النتيجة حتى ما حدا يمس بشجاعتك ونزاهتك ويقولوا أنه عم تتعرض إلى ضغوط. وإذا هيدا الحكي منه صحيح لازم تطلع تقولي هيدا الحكي منه صحيح حتى ما حدا يكون عم بيستغل ويستثمر قداستك القضائية لتضليل وتدجين الناس. حتى ما أقول أنه يا رئيسي غادة أنا عندي علامة استفهام حول توقيت العملين الكبار اللي قلتيهم أو اللي عملتيهم. أول مداهمة للمكتف وهي يمكن مداهمة حق حصلت في اليوم التالي لتوقيع ميشيل نجار لمرسوم الحدود 6433 وإيداعه رئيسة الجمهورية مع كل حفلة التزوير اللي ارتكبها بعض من في القصر في هذا الموضوع. ثاني هجوم على بروسيك حصل في اليوم التالي مباشرة للكمين الذي نصب للجيش اللبناني في الناقورة اللي انبعتناه فاوض من بعد ما كان تم الاتفاق مع ديفيد هيل على أمور أخرى. فمش هيك عم بقول يا رئيسي غادة إذا هذا الكلام صحيح تفضل اطلعي فيه. نحن أنا شخصيا إذا منه إذا من طلع فيه أنا أؤمن بنزاهتك اطلعي قولي الحقائق حتى ما يبين أنه في عملية مساومة على الأمر. إذا ما طلع شيء ما طلع حقا ما حدا طلع خبرنا شيء بيكون يجوز فإذا يصح اللي حكيته عن توقيت المداهمات. بدك أكثر من هيك؟ إيه بدي. الأموال اللي بتطلع من لبنان دولار منين بتطلع؟ في مطرح واحد بتطلع منه مطار بيروت. هو ما بيروحوا لا بالباخرة بالشحن صح ولا بيروحوا على صح. بيطلعوا من مطار بيروت. بيكفي سؤال المعنيين بمطار بيروت قديش ظهر من لبنان بهذه الفترة وقديش فات على لبنان. يعرفوا أنا أعرف أن هذا السؤال تم سؤاله للمسؤولين على مطار بيروت وأنا أعرف أن رئيس الجمهورية تبلغ بالجواب وما بدي أقول أكثر من هيك. ما تقول لي ما بدي ما فيك تحكي هيك. تقول أنه كل هيدا الحكي اللي عم بيطلع هو محاولة استثمار لنزاهة غادة عون واستثمار. بس مين بده يستثمرها؟ ما بعرف مين عم يستثمر بغادة عون؟ فريق السياسي يعني؟ يلي عم بيحاول يضلل الناس بانتظار إعادة إنتاج التسوية مع سعد الحريري على أمور تتخطى وجعنا وجوعنا وكراماتنا وعذاباتنا وتضحيات الناس اللي نزلت بالشارع. تعرف شو عم تقلي هلا؟ يعني عم تقلي جبران باسيلي استثمر بغادة عون؟ يطلع يقول لا يطلع يقول انه مش مزبوط ما تبلغ رئيس الجمهورية ارقام قديش فات دولارات وقديش ظهر دولارات مما يؤكد انه كل هذا الامر سيد حكي خطير جدا. طيب اوكي انه خطير يعني مصيبة. بعد في كتير سمر بعد في كتير وبرجع بقول تعرفي شو اسوأ ما في هذا الامر انه بهذه الممارسات مش بس اسقطنا عهد ميشيل عون خدمنا كل التركيبة الفاسدة اللي كانت قايمة من التسعين لليوم بيضنا لهم صورتهم وجعلناهم هلأ يبينوا انه هن الحارسين على البلد. رح تابع ورح نتابع رح تابع بما تبقى من وقت بعد عندي مش كتير يعني دقايق في شغلتين بدي اسألك عنه بموضوع الكهرباء. حضرت حلقة يسقط حكم الفاسد؟ طبعا ما بقف بحب اخذ رايك فيها ما بقف في رياض لانه بعرف قد ايه تثني على عمل شبابنا بالوحده الاستقصائيه. اول شيء اكيد في حرفيه ممتازه عم بحكي مهنيا وصحفيا بالمضمون. نعم هناك امر مريب يعني اقل شيء فينا نقوله هناك امر مريب بهذه العلاقه يجب توضيحها من قبل القضاء. بالنسبة لجان عزيز هل هناك برأيك علاقة أو تورط ما لوزير الطاقة آنذاك جبران باسيل
بملف او موضوع العمولات بالبواخر؟ برجع بقول لك اكيد ما في اجزم، ما في اجزم ابدا. ما سمعته يطرح علامه استفهام مريبه حول علاقه هؤلاء الاشخاص اللي ظهروا، يعني رالف فيصل وفاضل رعد بعلاقتهم من جهه مع احمد الصفدي ومن جهه ثانيه مع وزاره الطاقه واللجنه الوزاريه، ومن مصلحه جبران باسيل مش يرد هذا البيان اللي عمله، لا يطلع يوضح، يطلع يوضح الامور بشكل شفاف جدا لسبب بسيط يا سمر كلنا بنعرفه، هيدا ملف كسر لبنان، هيدا ملف كسر لبنان. يعني مش عم نحكي عن قرش وقرشين، بس انا بدي اعطي مثالين صغار. يا عمي الوزير وئام وهاب ضده للنائب باسيل؟ منه ضده، حليف، والجمعه الماضيه كان عامل جلسات مطوله هو اياه. طيب وئام وهاب معك، بتذكري سحبه سجله عندك يا سمر؟ صح اكيد قبل الانتخابات، ورجع مع زميلنا عماد مرمل على المنار يقول يا عمي في 300 مليون دولار بيتوزعوا سنويا. صحيح 300 مليون دولار. طيب اثنين، الوزيره زينه عكر ضده للنائب باسيل؟ طب هيدي الدوليه للمعلومات على لسان صحيح جواد عدرا بيقول 400 مليون دولار سنويا، هودي 6 مليار بس بعقد السوناتراك. طب انه هيدا ملف، قد كتبت على السؤال، هيدا ملف كسر لبنان، كسر لبنان. مش هيك غرد مغرد دكتور جان عليه نعم اليوم على الساعه 9 الصباح لم تكن صرخه 13 نيسان، يعني المؤتمر الصحفي اللي عمله ردا على نائب غرد عن من سربه، بل طرحا واقعيا لبدء التدقيق الجنائي من صفقات البواخر. اثبتت معطيات الاعلام الاستقصائي لتلفزيون جديد وما تردد عن قدره انتاجيه بمئات الميجاوات غير مستخدمه ضروره انطلاق التدقيق الجنائي سريعا لبيان الحقيقه. مش هيك كنت بدي زيد شغله بعد بالذات السياق اللي كنت عم بقوله، انه في كلام الوزير وهاب، في كلام الدوليه للمعلومات 400 مليون في مؤتمر جان العلي، في محامي، في محامي الشركه المعنيه طلع عندكم على الهواء. انا استهولت قلت اكيد بكره القضاء طلع دمر حاله، اجى طلع قال كنا نوزع، قال كنا ندفع 20 مليون دولار هدايا. طب هول 20 مليون دولار بيندفعوا لموظف المختبر؟ صح. انا توقعت انه تاني، مش هيك يا حضرة المهندس النائب جبران باسيل، أنت أكثر إنسان عندك مصلحة، طلع بكل الوثائق بكل الوقائع، رد على هذا الموضوع ووضحه وسكره. أنت خذ صفة الادعاء الشخصي عليهم كلهم، ادعي شخصيا عليهم كلهم حتى نسكر هيدا الملف بشكل نهائي. نعم لا أختم، بعد معي بس خمس دقائق، خمس دقائق متعدية عليهم يعني على الوقت. بدي أختم من زيارة قائد الجيش عماد جوزيف عون إلى باريس ولقاء ماكرون، وما حكي عن الاحتفال الاستثنائي، الحفاوة الاستثنائية بهذه الزيارة. وطبعا بعدين دخل خط موضوع السفيرة الأمريكية وما إلى ذلك. هذه الزيارة نحكى عنها كثير وحملت أوجه كثير، انه جوزيف عون ذهب بصفته قائد جيش لا يطلب معونه، ولا يطلب انه اعاده تفعيل مؤتمر روما لدعم الجيش، لا يطلب انه فرنسا تحط ايدها بدعم الجيش بمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، انه جوزيف عون راح على فرنسا قائد جيش راجع مرشح رئاسه الجمهوريه. هلا هو اصلا يعني من الاسماء، جوزيف عون راح على فرنسا قائد جيش ورجع من فرنسا قائد جيش، إنما الجيش هو آخر مؤسسة باقية بهالبلد. إذا الدول الخارجية صارت معتبرة إنه هذه السلطة فشلت، هذه السلطة مش بس فشلت، خيار الذهاب إلى الفوضى، هيدي مش مسؤولية الجيش، ولا هيدي تهمة ممكن تكون لجوزيف عون. جوزيف قائد الجيش راح على باريس، عنده موعدين اثنين لا غير. لحظة وصوله إلى باريس تطور جدول مواعيده إلى خمس مواعيد، من اللقاء مع الرئيس الفرنسي. الخمس لقاءات تركزت بشكل حصري على المواضيع العسكرية، على حاجات الجيش، على دور الجيش بحماية لبنان، بحماية سلمه، بحماية أمنه، ما في أي كلام آخر. طب بعد شهر
في عنده الزيارة التقليدية السنوية على واشنطن كذلك الأمر، كمان ما نرجع نقعد نبني عليها. رجاء رجاء لكل السياسيين خاصة المواطنين منهم، ورجاء لكل الإعلام يلي بيكون عنده غايات وأغراض، لك حلوا عن الجيش، حلوا عن الجيش، عنا بعد هالسقف خليه فوق راسنا، ما حدا عنده أي مصلحة بالحرتقة لا على الجيش ولا على مش هذا الجيش. يمكن ما حدا عنده مصلحة بالحرتقة على الجيش، بس على قائد الجيش يعني معروف السجان قائد الجيش مرشح دائم لرئاسة الجمهورية. رح كمل بشكل صريح يعني ما عندي، بس أول شيء في حدا في ناس كثير عندها مشكل معه. خليني كمل رح أحكي بصراحة، بس أول شيء عم بقول حلوا عن الجيش، الجيش متروك، كان دوغول يقول ريزيرف دو لا ناسيون، احتياط الامه، اتركوا لنا اياه احتياط حتى بس تخدونا على جهنمكم، بس حدا يحاول يطفي له شيء شعله من هذه النار اللي عم بتولعوها، فمشان هيك حلوا عن الجيش. اما انه ايه مساله قائد الجيش، ايه شو بدي اضحك على حالي او عليك او على الناس، ايه بلبنان دائما وخاصه عند الازمات قائد الجيش هو مرشح ممكن ومحتمل لرئاسه الجمهوريه. بس هون خليني اوضح يا سمر وبليز، يعني بتمنى انه كل المعنيين يسمعوني منيح. جوزيف عون بمجموعه من احتمالات المرشحين ما له علاقه بكل مجموعاتكم، مشان هيك ما بيفيدكم انكم تقوصوا عليه، بالعكس بتكونوا عم تاذوا الجيش. ليه؟ بالانتخابات الرئاسيه كلنا بنعرف بيبقى في مجموعات حسب السيناريوهات، يعني تكون صريح اذا اجت الانتخابات الرئاسيه بلحظه التاثير المحور الايراني 100% والتاثير المحور الامريكي 0%، بهالسيناريو بيكون في مجموعة مرشحين فيهم سليمان فرنجية، جبران باسيل، شو عارفني، نصر خوري، فهي المجموعة بتتنافس مع بعضها. إذا بالعكس إذا إجت الانتخابات الرئاسية 0 تأثير إيراني 100% تأثير أمريكي، في مجموعة أخرى سمير جعجع، فارس سعيد، ميشيل معوض، وبالتالي هو بيتنافسوا مع بعضهم. إذا إجت الانتخابات 50-50 في مجموعة ثالثة فارس بويز، روجي ديب، زياد بارود، هاو بيتنافسوا مع بعضهم. جوزيف عون خارج كل مجموعاتكم، صحيح هو مرشح طبيعي نتيجة هذا المنطق اللبناني والدولي، علما أنه ما أعلن ولا عم بيشتغل ولا عم بس يسعى طبيعيا يعني بس صارت هيك بالواقعية السياسية، لأنه بالمرحلة الأخيرة كانوا رؤساء الجمهورية وبالمنطق وبالمصلحة وبالمنطق. جوزيف عون خارج كل مجموعاتكم، ما إلى معنى وما إلى جدوى إنكم تقوصوا عليه، روحوا كل واحد يقوص. وأصلاً شوفي أنت مجموعاتهم كيف بيتنافسوا مع بعضها، مثلاً جبران وسليمان واضح كيف التنافس. فجوزيف عون خارج كل سيناريوهاتكم واحتمالاتكم. جوزيف عون هو احتمال لحالي وحدي، إذا في إجماع لبناني وخارجي او توافق لبناني وخارجي تعملي مشروع لانقاذ بلد مش لإدارة مخرج أزمة. يعني هو مخرج انقاذ بلد مش إدارة أزمة، مشروع شهابية جديدة ترجع تبني مؤسسات دولة عصرية، ترجع تردي المواطن كرامته وخبزه. ليش بدنا نعتبرها هيك؟ لأنه شو الـ مش مهم الشخص، كمان ما بدك تشوف العدة. قيل بالوقت عن العماد ميشيل عون أنه مشروع شهابي، مشروع فؤاد شهاب جديد، ما ساعدته العدة اللي حواليه. جوزيف عون إذا كان مشروع شهابية جديد بده يشتغل بنفس العدة إذا ما كانت راحت هيدا. مش بالضرورة مش بالضرورة، بالنهاية الموقف منحدده تجاه الموقف، وقت اللي بيتغير الموقف بغير موقفي، بس لا قبل ولا هلا ولا بعدين بغير مبدئي أنا مع هذا المبدأ، وقت اللي بتغيروا موقفكم بغير موقفي منكم. بالمرة الماضية أختم، بالمرة الماضية قلت لي لأني شايف انتخابات نيابية وشايف أخطر من هيك، شايف فراغ وشايف فوضى. بعدك؟ طبعا شايفهم هن طبعا، ومشان هيك اللي عم بيصير مع الجيش من ناحية التعاطي الدولي، لأنه كلهم شايفين هذه الفوضى، عم بيجربوا يخلوا الجيش بس لإدارة الفوضى بانتظار الشباب يرجعوا يلاقي شو شي محتل أو وصي يعملوا عنده خدمة شي. على هالكلمة بدي أختم الحلقة اليوم معك، بدي أشكرك على تلبيتك الدعوة. بالعكس، شكرا لك دايما وللجديد، دايما نسمع حكي
جديد وبتبقى كأنه عم تقرا ناس شو بدها، علما انه دايما بيضل عليهم عندهم عتب انه قد ما تحكي بدهم اكثر وبدهم وضوح اكثر. يعني دايما بيقولوا لي فليسمي الاسماء مش بالضروره الاشياء باسماء، مش بالضروره اوقات يعني الاستفزاز والشعبويه، بنحكي اللي بيحاول يخدم، لانه كلنا سوا بمأزق، كلنا سوا بازمه، اولادنا مصيرنا عيالنا هودي بالنهايه هن بالنسبه لنا كل مشروعنا. بالنسبه لي السياسي والشان العام والدوله والوطن هي ضحكه ابني هون بلبنان، الباقي كله ما بيعني لي. شكرا للمتابعه والى اللقاء. شكرا سمر. بحلقة بكرة من صباح اليوم بتطلع عليكم الزميلة نسرين ظواهرة مع الفقرات التالية: وضع الطرقات مع غرفة عملية التحكم المروري، برج اليوم مع جمانة وهبة، على الشاشة مع دوري سابا لنحكي عن فريندز ريونيون، كيف تتصرف لما تصرفات الآخرين بتزعجك بهلأ وقتها مع كارلا مطر، فيت بيت مع كوتش مايا زيدان يلي رح تخبرنا كيف فينا نتمرن بالبيت، التواصل مع شريك سابق خلال الزواج الحالي مع دكتور رائد محسن بإلها حل، ليلة على الجديد حلقة جديدة من برنامج البديل مع الزميل مارك دو، المعلومات المغلوطة بمش غلط مع ساندرا فواز، من جوا وبرا مع دكتور لوسي خليفة لنعرف أكثر عن منتجات كانا جولد، لنعرف أكثر عن دي جي باي ليدي دي مع ديانا جندي. إلى اللقاء.